تعالي تعالي طلعوا عليها. برأيكم ممكن تكون عملت كل شي اتهمتوها فيه؟ هي مستحيل تعمل هيك. البنت يلي ما بتعرف تستعمل الموبايل ما بتعمل هيك شي أبدا. طلعوا على وشها، بريئة لدرجة إني زعلت عليها وما قدرت أتركها لحالها. خفت إنكم توقعوها ووقعتوها. طيب قلي مين اللي عمل كل هذا؟ ما بعرف بابا، بس أنا هلأ بوعدكم كلكم ما رح أرتاح لحتى أعرف مين عمل هالعملة الوسخة. بس أنا ما رح أتركها. أمي خلاص تركيها. خلاص ما بصير هيك. بنتي بقوتها رح أقتلها بإيدي. بدي أقتلها والله لا أقتلها. بس أمي بس خلاص بكفي. ما فيك تتزوجها، ما فيك تتزوجها. هلا أنت روحي بسرعة. خلاص حقيرة. بس يلا تعالي دير بالك عليها. No.